السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. نبدأ إن شاء الله نتكلم عن الفورم في البوتستراب 4. الفورم كبيرة جدا جدا، طبعا أنا مش هقدر أقول لك كل ده، لكن هقول لك زي ما بيقول لك الزتونة، الملخص المفيد اللي هتحتاجه من كل الفورم في البوتستراب 4. طيب، أول حاجة خالص هو يعني كل البوتستراب 4 أو يعني اللي هتستخدم الفورم منه هي الفورم الأولانية دي، لكن انا برضو هعدي لك على كل حاجه نبذه سريعه عشان يكون عندك معلومه على كل حاجه. طيب، هاخد ده كده كوبي وهحطه عندي ونشوف الدنيا ماشيه ازاي في الفورم عندنا ببساطه شديده. لو جيت رحت كده وعملت ريلود، تمام جدا. تعالوا بقى نشوف الكلاسات وايه هو ماشي ازاي في الفورم. اول حاجه في حاجه اسمها الفورم جروب. ايه الفورم جروب ده؟ الفورم جروب هو الحاجه اللي بتجمع لك او الديف الاب اللي شايل كل الفورم، يا دوب بس عامل مارجن بوتوم تحت هنا عشان لو في فورم تانية تحتيه فتكون بعاد عن بعض. طيب، اول حاجه خالص الليبل بتاعنا هو عادي، واخد ديسبلاي لاين بلوك واخد مارجن بوتوم عشان يبعد عن الانبوت اللي بعديه. الانبوت بيكون واخد كلاس اسمه فورم كنترول، هو اللي بقى اللي بيتحكم في كل حاجه، اللي هو واخد ديسبلاي بلوك والويتس 100% والمارجن طبعا، واخد باك جراوند، واخد بوردر ليتس، ولما تيجي تعمل هافر عليه بيحصل لك البوردر الاوت لاين ده اللي بره ده اللي هو عن طريق الفوكس. تعرف ازاي؟ هتيجي تدوس على الهافر هنا وتدوس على الفوكس فتلاقي لك ايه؟ عامل لك فورم كنترول فوكس، واخد لك ايه؟ بوردر كلر اللون ده. لما تعمل فوكس فانت مثلا ممكن تغير اللون او تشيله خالص، او اللون بيتغير معاك، او ممكن تشيله خالص مفيش اي مشكله. وفي طبعا بوكس شادو اللي هو اللون برده الخافت اللي ورا ده اللي هو البوكس شادو، لو شلته هتلاقيه برده راح خالص، تمام جدا. فانت ممكن تتحكم في اللون، تتحكم في البوكس شادو زي ما انت عايز، ده الفكره في الفورم كنترول. طيب، ايه بقى حته الاي دي والفور ده؟ الفور مديلك كاتبه لك اسمه ايه؟ اكزامبل انبوت ايميل واحد، ونفس الاي دي هنا اكزامبل انبوت ايميل واحد. ده معناه ايه؟ معناه ان انت لما تدوس على الايميل هنا هو يعمل لك برده فوكس على الانبوت بتاعك، ده الربط ما بينهم، عامل لك ريليشن شيب ما بين الاثنين، اللي هو لما انت تعمل دي اسمها الفور اي دي، اللي هو لما تدي نفس الفور للليبل وتدي اي دي نفس الاسم للانبوت، فتلاقي الاثنين لما تدوس هنا يعمل لك برده فوكس هنا، لما تدوس هنا مثلا يعمل لي فوكس على الباسورد، لما تدوس على تشيك مي فيعمل لك تشيك، مش لازم تدوس على تشيك، ليه؟ لانهم مربوطين ببعض عن طريق الفور والاي دي، وشرحناها في الليست اللي هي التيبس وتريكس في القناه عندنا. طيب، جيت قلت لك بعد كده بيتكون كل ديف مكون من فورم جروب وليبل وانبوت، والليبل واخد نفس الفور، يعني الليبل واخد فور وهو هو الاي دي اللي في الانبوت عشان يكونوا مربوطين ببعض، والكلاس اسمه فورم كنترول اللي هو واخد الدنيا كلها اللي هو ديسبلاي بلوك وبادنج وهكذا. طيب، حته التشيك بوكس بقى، قال لي في حاجه اسمها الفورم تشيك، اللي هي لو انت جيت عملت انسبكت كده عليها تشوف مديها ايه، حاجه اسمها الفورم تشيك اهي، واخده بوزيشن نيتيف والديسبلاي بلوك واخد بادنج ليفت مش اكتر. اللي جوه بقى الفورم تشيك ده في حاجه اسمها الفورم تشيك انبوت، ده واخد بادنج زيرو بحيث انه يكون لازق في الحواف كده، والبوكس سايزنج بوردر بوكس عشان انت لو زودت البادنج عشان لو زودت يعني الهاي او كده ما ياثرش البادنج والبوردر في حته الهاي والويتس وهكذا. كلام جميل. في حاجه اسمها الفورم تشيك ليبل برده واخد مارجن بوتوم زيرو، انت لما تدوس على التشيك يعمل التشيك، دوس عليه تاني يختفي، ده عن طريق الفور او واخد الليبل بتاعك نفس، يعني ده واخد اي دي اسمه اكزامبل شيك واحد وده واخد الفور عشان كده مربوطين ببعض. طيب، اخر حاجه اللي هو سبميت، عادي بقى البي تي ان بتاعنا اللي احنا شرحناه اللي هو اللون والبادنج وبوردر زي ما شرحناهم عادي. ده يعتبر كل اللي انت بتحتاجه في الفورم. تعالوا بقى نعدي سريعا كده على الفورم ببساطه شديده جدا. ده كده عامل لك اول حاجه الايميل، وعامل لك السيلكت عادي جدا، السيلكت عندك اهي جاهزه في الويتستراب، بتقول بس كلاس فورم كنترول وتكتب السيلكت بتاعتك هيعمل لك الشكل قدامك ده. هنا المالتيبل سيلكت انت ممكن تختار بالكنترول اكتر من كذا واحد عن طريق ايه؟ عن طريق البوت ستراب برضو اللي هو ضايف لك كلاس اسمه اللي قصدي الكلاس اللي موجود اللي اسمه معروف اسمه مالتيبل، تقدر تختار اكتر من واحد. التكست اريا برضو عاملها لك مفيش اي مشكله، كل واحد تاخد تحطه في الديف فورم جروب وتكتب تكست اريا وتدي له كلاس فورم كنترول وشكرا يا عم الحاج. عندي برضو الفورم او قصدي الفايل موفره لك عندك انبوت تايب فايل، وبرده تدي له كلاس اللي اسمه فورم كنترول فايل. طب الفورم كنترول فايل ده بيعمل ايه؟ تعالوا نبص عليه بصه سريعه. اهو الفورم كنترول فايل بياخد حاجه اسمها الديسبلاي بلوك والويتس 100%، تمام جدا. في بقى السايزنج عندك طبعا فورم كنترول لارج وفورم كنترول اس ام، نفس الكلام في السيلكت عندك فورم كنترول لارج وفورم كنترول اس ام، طبق على كل حاجه. ايه بقى الريد اونلي؟ الريد اونلي اللي انت ما تقدرش تعدل على الانبوت ده، هو بس للقراءه فقط،
تقدرش تعدي عليه عن طريق الكلاس. طبعا دي كلها حاجات خاصه بين HTML5 اللي هي only والديسيبل والانيبل وهكذا. هنا نفس الكلام اهو ريد اونلي نفس الكلام بالظبط مفيش اي مشكله. هنا الجزئيه دي مكونه من حاجه اسمها فورم ان لاين اللي هو واخد ديسبلاي ان لاين فليكس عشان يكونوا كلهم جنب بعض كده، اللي هو الجروب ده والجروب ده والجروب ده، وكل واحد واخد بقى مارجن بوتوم 2 بكسل، يعني مارجن بوتوم 2 بكسل وهنا 2 بكسل وهنا برده نفس الكلام 2 بكسل، والبوتوم ده زي ما احنا عارفين برايمري عشان اللون بتاعه يبقى ازرق كده. تمام جدا. في حته بقى مهمه عادي بقى التشيك بوكس خلاص، في حته مهمه الاخيره خالص اللي هي لو نزلنا تحت كده اللي هي الكاستم، دي يعني اهم حته اللي هي الكاستم فورم. الباقي ده كله بسيط جدا. الكاستم فورم هو بيوفر لك حاجه اسمها الكاستم، انت لما تدوس كده موفر عندك، يعني مثلا لو خدت حاجه كده عشان دي يعتبر الحاجه المفيده او الجديده في الفورم، طبعا ممكن تحتاج لها بعد، يعني ممكن ما تحتاجلهاش خالص اصلا يعني، لكن هنقولها برضو ادي اهو الديف كلاس وسيفت اهو ورحت عملت ريلود، فبيوفر لك اللي هي الانبوت الكاستم دي بدل ما انت تعملها تغير يعني من شكل الانبوت بتاعك. عملت كده تلاقي مستخدمها طبعا بقى بتحكم شويه في الافتر والبيفور وهكذا. عندي ليبل اهو زي ما قلت لك متحكم في الافتر والبيفور، ان هو بيتحكم لك بقى بيشيل لك العادي اللي هو عنده خالص، وحتى يقول لك هو الليبل بتاعك مارجن بوتوم زيرو، وجي في البيفور بقى وتحكم لك في كل حاجه اللي هو مديلك بقى باك جراوند او البيفور بتاعك، مديلك بوزيشن ابسوليوت وتوب وديسبلاي بلوك وويتس وهاي وهكذا، وكونتنت بتاعك فاضي واليوزر سيلكت ما تقدرش تعمل سيلكت يعني زي ما قلنا، بس على الانبوت نفسه خاص وهكذا. بسيطه جدا حته الفورم كود، احنا نشرح ان شاء الله في فيديو قريب في التطبيقات انت ازاي تعمل كاستم انبوت خاص بيك انت من غير ما تحتاج اصلا بوت ستراب ولا كده، لكن هو موفرها لك عادي كده تقدر تستخدمها اللي هي اسمه كاستم تشيك بوكس. دي يعتبر اهم حاجه في البوت ستراب، قصدي في الفورم من الحاجه الجديده يعني. باقي كله نفس الكلام بالظبط، كل حاجه بقى كاستم نفس الحته دي كاستم راديو او كاستم تشيك بوكس، واخد بقى كلاس كاستم كنترول لاين عشان بحيث ان هم يكونوا جنب بعض. في حاجه اخيره اللي اسمها الديسبلاي اللي هي قصدي ديسيبل اللي هو انت ما تقدرش اصلا تدوس عليه، معمول ديسيبل ما تقدرش اتحكم فيه. عديت على الفورم بسرعه عارف لانها كلها اهم حاجه فيها الحته دي اللي هي يعني طبعا انت اللي هتستخدمها هي الحته الاولانيه دي، الباقي كله زياده مش اكتر ممكن انت تعدي عليه. يعني مثلا نيجي الجزئيه تحت كده مثلا شويه اللي هي كانت باللون الاحمر اهي، مثلا هنا مثلا بسيطه جدا مش اكتر، اللي هو انت عامل مثلا فورم رو يعني يكون كلهم جنب بعض برضو متحكم، يعني قصدي بحته الكريت سيستم، عامل لك اول حاجه ليبل وعامل لك انبوت مثلا في كلاسات جاهزه اسمه از فاليد، لو فاليد مثلا يبقى يتحط باللون الاخضر، لو مش فاليد يبقى باللون الاحمر اهو، لو از انفاليد يبقى باللون الاحمر. ده از انفاليد وانفاليد ده هنقابلهم تاني في اليوتيلتيز اللي هو بيحط لك يعني بوردر باللون الاحمر وهكذا، لو فاليد يبقى باللون الاخضر، لو انفاليد يبقى باللون الاحمر. حاجات مش اكتر بسيطه، الفكره كلها في حته اول حاجه خالص ده اللي انت هتتحكم فيه مش اكتر. دي برضو عاملها انفاليد لما تعمل عليه تشيك يبقى فاليد فاللون بتاعه يتغير وهكذا. الفورم بسيطه زي ما قلت لك، اول حته بس هي اهم حته، الباقي كله ممكن ما تحتاجلهمش اصلا خالص، هي دي اهم حته، لكن عدينا عليهم بسرعه عشان تكون واخد فكره. اتمنى يكون الفيديو واضح، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه